السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات أولى وثانية وثالثة ثانوي. معكم ميس محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميس محمد شعبان. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنعلن عن الكتاب إن شاء الله هنشتغل منه السنة دي إن شاء الله، وهنعلن عن جدول الحصص اللي احنا هننزل فيه الحصص إن شاء الله، هيبقى لكل مرحلة يوم معين. أول حاجة يا شباب إن شاء الله هنشتغل من كتاب برافو، إن شاء الله هنشتغل من كتاب برافو. كل الناس ان شاء الله اللي متابعاني تجيب كتاب برافو ان شاء الله وتستعد ان شاء الله عشان هنشتغل منه ان شاء الله. طيب تاني حاجه، جدول الحصص ان شاء الله هيبقى سبت وتلات سنه اولى، سبت وتلات سنه تانية، حد واربع سنه ثالثه، هيبقى اتنين وخميس. تمام كده يا شباب، جدول الحصص مره تانية، اولى سبت وتلات، تانية حد واربع، ثالثه اتنين وخميس. ان شاء الله الفيديو هينزل ان شاء الله حوالي الساعة 9 مساء. تمام، هتخش على قوائم التشغيل هتلاقي الفيديو اللي عليه الدور نازل. قوائم التشغيل هتخش هتلاقي قائمة اسمها مثلا فرنساوي اولى ثانوي 2022، او فرنساوي تانية ثانوي 2022، فرنساوي تالتة ثانوي 2022. تمام، هتخش في القائمة هتلاقي الفيديوهات او الفيديو اللي هينزل كل يوم من الايام اللي انا قلت عليها بالترتيب ان شاء الله. وطبعا زي ما احنا متعودين انا بشرح من الكتاب كأنك قاعد معايا في الفصل بالظبط، وعلى السبوره كمان هتلاقوا ان شاء الله حل الكتاب وهتلاقوا شرح من الكتاب. تابع معايا ان شاء الله مش هيفوتك اي حاجه بامر الله. وما تنسوش تشير لكل اصحابكم نشر الفيديوهات، وشارك الفيديوهات لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد ان شاء الله، فتدل على الخير كفاعله عشان ينوبكم ثواب زي ما احنا بينوبنا ثواب ان شاء الله. الحاجه الثالثه اللي انا عايز انبه عليها شباب، ان شاء الله هيكون في زي السنه اللي فاتت بالظبط، هيكون في جروب واتس لكل مرحله من المراحل للتواصل معايا لو في اي مشكله او في اي سؤال بالنسبه لكم. هيبقى في جروب الاولى والثانيه والثالثه، بس جروب خاص للبنات وجروب خاص للبنين كل مرحله لوحدها. اللي عايز يخش الجروب تمام هيبعت لي رساله على الواتس على الرقم اللي انا هزوره دوت، هضيفه للجروب اوتوماتيك. الحاجه اللي بعد كده يا شباب، ان انا في الفيديو اللي فات كنت اعلنت ان هيكون في درس اونلاين على برنامج زوم لثالثه ثانوي لمن يرغب، اللي عايز يخش في الدرس الاونلاين على زوم فقط. تمام، بس احنا طبعا شغلنا على القناه زي ما هو زي ما احنا شغالين. في ناس طلبت ان هي عايزه تاخد اونلاين لوحدها، مفيش مشكله نديلهم زي ما هم عايزين. تمام، في ناس تانية معايا على القناه ومتابعيني من السنه اللي فاتت، هنمشي زي ما احنا عادي، شرح الدروس على القناه والتدريبات وحل التمارين وكل حاجه بالظبط زي السنه اللي فاتت، زي ما احنا ماشيين بالظبط، ما تقلقوش يا جماعه. طبعا بالنسبه لي سنه تانية وسنه تالتة، في قبل ما نخش في المنهج بتاع السنه دي بتاع تانية وتالتة، تمام، في جزء خاص بمراجعه اولى ومراجعه تانية واولى بالنسبه للصف الثالث. تمام، طبعا احنا هنراجع الاول الجزء الخاص بالمراجعه وهنحل عليه التمارين الخاصه بيه، وبعد كده ان شاء الله هنخش في منهج ثالثه على طول، لان لازم تفتكر معايا او تدرب نفسك او تسترجع المعلومات بتاعه الفتره اللي فاتت وتحل عليها. ففي كتاب ملحق، في كتاب ملحق مع كتاب ثالثه ثانوي، ده خاص بالامتحانات وبخاص بالمراجعه على اولى وثانيه. في كتاب ملحق خاص بثالثه ثانوي، في جزء فيه مراجعه على اولى وثانيه، هنشتغل منه الاول شويه وبعد كده نخش على منهج ثالثه على طول. نفس الفكره لسنه ثانيه، برضو في جزء خاص بمراجعه اولى، هنخش نراجع في اولى ونحل التمرين اللي عليها وبعد كده نخش على منهج ثانيه على طول. تمام يا شباب، عشان ايه نبقى داخلين كده واحنا متاسسين صح. بالنسبه لسنه اولى هتلاقي فيديوهاتكم ان شاء الله هتنزل اوتوماتيك بالتناوب ورا بعضها. تمام، وعرفوا كل اصحابكم يا شباب، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.